احنا معانا الحصة اللي معانا فاتت حد تالت، ايه؟ معانا واحد بنت معانا ومعاها واحد تاني خصوم بنت. بنت اسمها ايه؟ جنت بس هي لسه ما دخلتش. جنات. طيب انا نازل عليها بقى، نازل على عبد الله بالمرة، نازل على جنات. هو عبد الله باين عنده النت ضعيف. تمام. هو حتى لما بيتكلم بيتكلم ببطء. طيب الحصة اللي فاتت يا اسلام اخذنا اي سطح عاكس عندي فيه مصدر ضوء. مصدر الضوء ده طبعا بيمشي في مسار مستقيم زي ما كنا خدنا قبل كده واحنا صغيرين، احنا عارفين ان مصدر الضوء بيمشي في خط مستقيم، فمثلنا الخط المستقيم اللي بيمشي فيه الضوء ده بخط اسمه الشعاع الساقط. الشعاع الساقط ده لما ينزل على اي سطح عاكس، سواء كانت بقى مرآة، كانت مياه زي ما احنا شفناها قبل كده، بيحصل له ايه بقى؟ انلجا الشعاع الضوئي الساقط لما ينزل على سطح عاكس يحصل له ايه؟ بينعكس بينعكس. اكيد من اسمه سطح عاكس يبقى اكيد بيعكس الضوء. طيب بينعكس اكيد، يعني هو لما بينزل بزاويه بينعكس برضه بزاويه، يعني هو زي ما حطيته زي ما بتلاقيه. يعني ايه؟ يعني لو نزل بزاويه يبقى هيطلع بزاويه. طب لو نزل عمودي يطلع ازاي؟ اهو يعني نزل شعاع عمودي يطلع يمني عمودي، يطلع يطلع عمودي عمودي. بسواسي. برافو برافو عليك. انا هو بقول لك نزل بزاويه هيطلع بزاويه كده، لكن لو هو نزل عمودي هيطلع برضو عمودي، وساعتها هينعكس على نفسه. هو كده ولا كده هيتعكس، سواء بقى اتعكس بزاويه او اتعكس عمودي. فلو كان نزل بزاويه هيتعكس بزاويه، نزل عمودي هينعكس عمودي على نفسه. وده اللي كنت عايزاكم تعرفوه، ان مهم جدا وبيسألنا فيه دايما في الامتحانات. طيب حاجة تانية، أخذنا للانعكاس قانونين. أول قانون بيقول إيه؟ قانوني قوانين الانعكاس. القانون الأول بيقول إيه؟ ها؟ القانون الأول، القانون الأول اللي هو زاوية السكوت تساوي زاوية الانعكاس. أيوه هو ده. إن أنا عندي، لو أنا عندي أهو شعاع ساقط وشعاع منعكس، عندي زاوية هنا بسميها زاوية السقوط، وعندي زاوية هنا بسميها زاوية الانعكاس، والاتنين بيساووا بعض. ده القانون الأول. أما القانون التاني بيقول إيه؟ بيقول لي إن أنا عندي اللي هو السطح العاكس اللي أنا عاملاه ده أفقي، عندي خطوط عمودية عليه. فأنا عندي بيقول لي العمود أو الشعاع الضوئي الساقط، الشعاع الضوئي المنعكس، والعمود المقام كلهم عموديين على مين؟ ناخدين على سطح العكس. على السطح العاكس. جنات معانا؟ حضرتك ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. طيب يا حبيبتي معاكي مس شيماء، مس العلوم. ان شاء الله انا اللي هديكي علوم الترم ده. تمام؟ تمام. ان شاء الله. طب اخدتي ايه في العلوم لحد دلوقتي؟ هو انا اصلا كنت معاكم في اول الترم، بس الشهر ده ما حضرتش، كانت هنا فانا بس ذاكرت السنة نص الجاية درس فرصتك تاني. عليا، وقفت ذاكرتي ايه؟ عند ذاكرت نص درس بتاع المراية او اول صفحتين تقريبا. يعني وصلتي تقريبا لغاية ما وصلنا. احنا النهاردة هناخد أنواع المرايا، اللي هي المرايا المستوية والكروية أو الكروية. يعني تمام، وصلتي لغاية هنا؟ ثانية واحدة بس نشوف الكتاب، مش متذكرة. يعني مثلا في حاجة اسمها قوانين الانعكاس عدت عليكي قبل كده؟
لا تقريبا. طيب خدتي يعني ايه سطح عاكس ويعني ايه شعاع ساقط وشعاع منعكس؟ طيب ان احنا عندنا في حاجة اسمها شعاع، يعني هي سطح عاكس بينزل عليه شعاع ساقط ينعكس الناحية التانية، ما هو اسمه سطح عاكس يبقى أكيد بيعكس الضوء. كل ده أنا بتكلم على ضوء، أشعة ضوئية، الخطوط دي كلها ضوء. فاكرة يعني طبعا وانت صغيرة مش عارفة تفتكري ولا لأ، إن انت لما جيتي خدتي الضوء إن هو بيمشي في خطوط مستقيمة، دي معلومة المفروض عارفينها صح؟ طيب الخطوط المستقيمة دي أنا شلتها كلها وعوضت عنها خط واحد بس، خط واحد بس اللي هو بتاع الضوء ده أنا سميته خط اللي هو الشعاع الضوء الساقط، وبعدين شعاع ضوئي منعكس لما بيجوا ينزلوا كده على السطح العاكس بيعملوا لي زاوية، بقسم الزاوية الكبيرة خالص دي، يعني دي الزاوية الكبيرة بقسمها لزاوية، زاوية سقوط وزاوية انعكاس. معايا يا جنات؟ طيب فالقانون الأول للانعكاس بيقول لي بمنتهى البساطة إن الزاوية اللي انت الكبيرة اللي انت قسمتيها الاتنين دي الاتنين بيساووا بعض، يعني ايه؟ يعني زاوية السقوط بالزاوية زاوية الانعكاس بس. فلو اداني زاوية السقوط مثلا يا جنات ب 20 يبقى زاوية يبقى الانعكاس زاوية بكام؟ الانعكاس ب 20. بس لو اديها لي ب 70 يبقى زاوية الانعكاس بكام؟ كده السكون 70. ب 70. يعني هما الاتنين بيساووا بعض، الزاويتين بيساووا. طب افرض بقى ضحك عليا زي مثلا السؤال اللي هو ده، احنا حلينا مع بعض السؤال ده يا اسلام سؤال أهلاً. اللي هو ده اداء ذاتي ده حليناه مع بعض. اه حليناه. طيب عشان بس مش عايزه ادخلها في اللي بعده عشان ما اعقدهاش، بص كده بص كده يا جنات هحله معاكي تاني، افتحي كده الكتاب صفحة 118. فتحتيه؟ طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ اوجد قيمتي زاوية السقوط وزاوية الانعكاس في كل من الشكلين التاليين. يعني الشكل واحد عايز اعرف زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، تقدري تقولي زاوية، هو اداني زاوية السقوط اللي هي 45 اهي عشان هو ده الشعاع الضوئي الساقط، والزاوية اللي هي بتاعت السقوط بقول ان هي زاوية محصورة ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. ايه العمود المقام ده؟ عارفاه؟ العمود المقام اللي هو بيفصل بينها وبين الزاوية بالظبط، بالظبط السقوط والانعكاس. برافو عليك، اللي هو الخط اللي بيفصل بين الزاويتين. طيب فهو بيقول لي ان زاوية السقوط بتساوي 45 درجة، يبقى الانعكاس بتساوي كام؟ 45. بس خلاص بمنتهى السهولة 45 درجة. طب هو التاني بقى صعبها لي شوية، بيقول لي هي بقى دي كام، 30 ولا 20؟ 30 صح، اتفقنا ان هي 30 مش شايفاها كويس. اه 30. طيب هو بيقول لي ان الزاوية اللي هي دي اللي هي ملهاش دعوة ولا بسقوط ولا بانعكاس ب 30، اجيبها انا ازاي؟ مش احنا قلنا ان انا عندي دي كده على بعضها 90 درجة، يعني الزاوية دي كلها على بعضها 90 درجة، مش هي دي كده ده الشعاع دوت عمودي يعني بيعمل 90 درجة مع مع اللي هو السطح العاكس. طب لو انا خدت من 90 ده 30 يتفضل لي كام هنا؟ لو خدت من 90 40 يا او لهوي ده لو ثانية خدت من 90 30 ثانية ايه؟ ثانية يعني لو من 90 خدت 30 اه ثانية. لو خدت من 9 3 تفضل لك ايه؟ ايوه انا فاهمة، بس ليه؟ بصي يا حبيبتي احنا مش قلنا ان دي كلها على بعضها الزاويه دي انت شايفاها، استني اعملها لك بالاحمر عشان تشوفيها، الزاويه دي كلها على بعضها دي 90 درجه تسعين صح؟ تسعين اه اللي احنا لونها بالاحمر دي، فالزاويه على بعضها 90 هو اخد منها 30، هو ازاي بيقول لي ان قسمها لي كده 2 ودي 30 درجه صح؟ بكاس الباقي ستين اللي هو دول، اه الباقي اللي هو دول 60 صح؟ ايه تمام. طب الباقي اللي هو ده يعني عبارة عن ايه؟ مش دي كده زاوية السقوط اللي انا جبتها 60 دي؟
فأكيد زاوية السقوط هتساوي زاوية الانعكاس اللي هي 60 درجة برضه. تمام. فاهماني عايزة أقولك إيه؟ يبقى الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع والسطح العاكس، الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والسطح العاكس اللي هي دي كده 60 درجة، صح؟ ايوه إذا زاوية السقوط بالزاوية زاوية الانعكاس بتساوي كام برضو؟ 60. بس خلاص بننتهي الصورة. لو مش فاهمة أقول تاني عادي. بص يا جنة، لا لا نتفق مع بعض اتفاق، اللي مش لا فاهم وعيد 70 مرة عادي، يعني مش قصدي المسألة دي بس عموما. مش فاهمة حاجة لو سمحتي تقولي مش فاهمة، تمام؟ تمام. طيب ندخل على اللي بعدها كده يا إسلام عشان نفهم أكتر، عشان إحنا ما كناش حلينا اللي بعدها، صح؟ اللي بعدها فين؟ إيه؟ مين اللي بعدها؟ المثال اللي بعده هي محلولة يعني، بس عايزة أوريكم فكرتها بس. عادي. طيب بصوا كده، هو بيقول لي إن أنا عندي الشكل دوت، عندي مرايتين بقى مش مراية واحدة، بس المرايتين عمودين على بعض، يعني ده كده مراية يعني سطح عاكس يعني، ودي كده سطح عاكس. دلوقتي أنا عملت إيه؟ نزلت على السطح العاكس الأول شعاع من الضوء، وعمل طبعا زاوية وسميتها زاوية السقوط، واديها لي كمان 30. ولما انعكس يا شباب انعكس، بس انعكس نزل على السطح التاني، يعني ده كان السطح الأول وده السطح التاني. مركزين معايا؟ طيب فلما انعكس نزل على السطح التاني وبعدين راح معكوس تاني. طيب يلا بينا نشوف هو عايز مني ايه. هو بيقول لي احسب كل من زاوية الانعكاس في المراية ألف، يعني عايز الانعكاس اللي بيحصل في المراية ألف. أنا أصلا زاوية السقوط بكام؟ 30 يبقى زاوية الانعكاس هتبقى بكام؟ 30 برضه ب30. خلاص شكرا، جبت له اللي انت جبت له اللي هو عايزه. خلاص تمام. طب هو عايز ايه كمان؟ هو عايز زاوية السقوط على المرآة ب، زاوية السقوط اللي هي دي. اعملها لك بس اللون تاني اهو. هو عايز الزاوية دي اللي هي بالأحمر دي، اجيبها منين انا دي؟ مش نجاتة انا عندي قولولي 90 ناقص نجاتي ثلاثة وثلاثين نقطة. طيب 90 ناقص 30 اللي هي جبتها منين؟ 90 دي الزاوية كاملة اهي تساوي 90. اهي اهي، مش دي كده على بعضها 90 اللي هي الزاوية القايمة دي، صح؟ فانا جبت ال 90 دي ناقص طرحت منها 30، يبقى دي كده 60، صح؟ وعندي هنا 90 اصلا، دي كده 90، وانا عارفة ان الزوايا كلها على بعضها بتاعت المثلث كام درجة؟ 180 يبقى هقول 180 ناقص 60 زائد 90، يبقى 180 ناقص 60 زائد 90 بكام؟ 150، صح؟ طيب انا سيبكم من تحت ده، سيبكم من الحل اللي تحت، خليكم معايا ركزوا معايا، سيبكم من ما هو انا عملت عليه اكس. دلوقتي احنا نشرح هنا اهو، احنا مع بعض. انتوا لسه قايلين لي ان الزاوية اللي هي بتاعت الانعكاس في ألف بتساوي 30، منها خدت ان 90 درجة اللي انا معلماها بالاحمر دي طرحت منها 30، اتفضل عندي 60 بقى، دي عندي زاوية 60 ودي 90 اصلا، وانا عايزة اعرف المثلث كله على بعضه عشان اعرف الزاوية دي كام. فطرحت 180 ناقص 150 اللي هما مجموع الاتنين دول، طلعت لي 30. يبقى انا الزاوية دي كام؟ 30 30. برضو ما جبتش لسه زاوية السقوط، ما احنا عارفين ان فطرحت لي برضو 30 من 90. الله ينور عليك، وعارفين ان برضو دي كمان 90 درجة الاخضر اللي بالاخضر دي، فانا 90 هشيل منها 30، اتفضلي 60، شكرا جبت له اللي هو عايزه، يبقى اللي انت عايزها دي ب 60 درجة. فاهمين حاجة؟
طيب دي مسألة يعني ممكن بقى يجيبها لنا كده على شكل اختيارات، على فكرة ممكن عادي جدا يجيب لي الشكل ده ويقول لي اختاري بقى، فلما عشان اختار في الاختيارات بتاعتي ابقى عارفة الحل بالحل. طيب ده نوع من المسائل اللي ممكن تيجي بعد كده. هو كله ده ما اتكلمناش لسه على انواع مرايا خالص. المرايا عندنا انواع اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله، وهي نوعين، نوع اسمه مرايا مستوية ونوع اسمه مرايا كرية أو كروية عادي ممكن نقول الاثنين. ما هو معناها يعني إن هي أخدة شكل الدائرة كده، يعني أخدة شكل منحنى. هنعرف دلوقتي إيه الموضوع بالظبط. طيب بنبدأ الأول بالمراية المستوية. يعني إيه المراية المستوية؟ عارفة المراية اللي أنت بتشوفي نفسك فيها كده قبل ما تنزلي أي ماشي. مشوار يا جنات؟ أيوه يا عبد الله. إسلام، اتفضل هو في إسلام. مسألة هنا جاية في ال يقول لي فكر ويرجع الإجابة مع معلمك، فأنا عشان مش فاهم. هي فين دي؟ نفس الصفحة فوق. اللي فوق. أيوه هي دي. طيب يلا نفكر. عايز تفكر يعني يلا نفكر مع بعض. إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط وسطح المرآة 180 140 درجة، فإن زاوية الانعكاس بتساوي كام؟ يعني إيه المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط وسطح المرآة؟ يعني دي كام؟ 140 درجة. 40 40 ولا 140؟ 140 لا دي 40. 140 أمال إيه اللي 140 جنبها ده؟ أنا مش شايفاها يا بنتي المكتوب عليها دي. 140 بس. صح ايوه 140، بس أنا شايفاها صح. اه بتقولي إيه يا جنات؟ عايزة إيه؟ اه لا خلاص، لا قولي أنت عايزة تقولي إيه؟ لا اصلا انا كنت فاكرة ان المفروض هنا الزاوية دي تبقى 40 اللي هي زاوية الشعاع الساقط. هو ما هو اللي ادالي كده، قال ان هي لو سمحتي لو الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوء الساقط وسطح المرآه اللي هي الزاويه دي تساوي 140، زاويه الانعكاس بتساوي كام؟ طب يلا نشوف دلوقتي. هو طبعا كبر لي الرقم قوي، يعني انا بقى هكمل له الرسمه، هقول له كده، هعمل له كده اهو واكتب العمود المقام بتاعي. طبعا هو مش مساوياهم قوي. هكمل انا. طيب المفروض ان هي ما تبقاش 140. انت متأكد ان هي 140؟ انا مش شايفاها كويس. هي هي 140 140 اه. هي صح أساسا. هي ايه اللي صح؟ اه ماشي. هي بس بص المفروض ان دي كلها على بعضها تبقى 90 درجة، اه ازاي يبقى دي 140؟ انا اقول له حط الكاس ايه اقول قول اتفضل. انا ال 140 دي الزاويه دي اساسا 49، هو ناقص الزاوية ايه؟ 140 من بس على ناقص 140 من 180، اتفضل لنا 40 تبقى الزاوية اللي هي ال 140 دي تساوي 40. لا قول تاني عشان مش فاهمة بتقول ايه. على ناقص ال 140 من 180 ليه؟ عشان قصده نجيب يعني الزاوية دي نقصها من تساوي مجموع 140. زوايا المثلث. انت عايز تنقصها من مجموع الزوايا بتاعت المثلث كلها؟ اه طب ليه اذا كان هي الزاوية دي بس هي 100 و140؟ ما تشوفهاش تبقى اصلا مية وأربعين ما تجيش دي 140 خالص. ليه؟ انا بقول برضه اصل دي ازاي اذا كان هي دي كلها على بعضها 90، يعني الزاوية دي كلها على بعضها بتساوي 90، دي أنا تبقى أقول لك ازاي إيه. 140 لوحدها؟ طب الزاوية اللي فوق دي اللي هي ما بين المقام وزاوية السكون والانعكاس بتساوي 50، لأن أنا نقصت 90 من 140 طلع لي 50، ولو نقصنا 140 من 180 طلع لنا 40، 40 و50 90. لا قول تاني معلش. على حضرتك يا مستر، مش المجموع كله 90؟ اه دي سعيد. احنا عايزين نجيب الزاوية اللي ما بين مثلا المقام وزاوية الانعكاس اللي هو عمود الانعكاس، عم ناقص 90 من 140 تفضل لنا 50.
لا وخمسين قصدي 90 90% و40 ده تفضلي 50 دي مثلا هتبقى 50. الإجابة اللي هي زاوية السقوط اللي هي بتاعة الانعكاسين. يعني عايز تقولي ان دي أيوة 50. اه، وناقص 50 من 90 يطلع لنا 40، اللي هي الزاوية اللي هي 140 تساوي 40. يعني انت عايز تقولي ان كلها على بعضها 180، اللي هو يعني مثلا دي ودي ودي 180 بتوع المثلث ده نفسه. تمام، عايز تقولي ان اللي كل هي كلها، المثلث نفسه، لا هو المثلث مش نفسه 100 لا انا قصدي على المسألة كلها 180 زي البرجر كده او اسمه قصدك كل الحتة دي 180، اه ها زي البرجر 180. طرحنا منها 140، يعني اتفضل لي كام؟ 40. يبقى دي 40 يعني؟ لا التانية دي 40، اللي هي 140 تساوي ايه لما 40. كان 140؟ دي 40، اه دي 40 الناحية التانية اللي هي دي كده 40، صح؟ ايوه اه، وبعدين عليه اللي فوقها بس دي هنطرح 50. 90 من 90 من 140 تبقى 50، اللي هي الإجابة 50 يعني دي كده 50 ودي 50. ايوه تمام، مادام مثبتنا كده خلاص تمام. بس انتوا المسألة دي مستحيل مستحيل تجيلكوا في امتحان خالص، انسوا بقى، انسوا اللي يجيلكوا طب في كويس امتحان. عشان هي اصلا مسألة معقدة. هي ليها علاقة بالهندسة بقى، يعني ليها علاقة جدا ايوه بالهندسة. كان في درس في اولى اعدادي ايوه قبل كده بس كده، هو جايب لكم المسألة دي عشان يرجعكم لدرس الهندسة اللي هو كان معقد كده، ف it's okay. عشان كده عديتها، عشان بس ما ضيعش بيها الوقت. تمام، تمام. يلا بينا نتكلم على انواع المرايا. المرايا المستوية بيكون عندي، يعني ايه المرايا المستوية؟ اللي كنت لسه بقول لك، زي ما انت كده وانت نازل رايح اي مشوار مع صحابك يا اسلام، تروح كده واقف قدام المراية وحاطط الجل بتاعك بقى ومظبط حالك، بتقف قدام مراية مستوية، ولا بتبقى شبه الكورة؟ مستوى أكيد، فدي اللي بنسميها المراية المستوية، اللي احنا بنشوفها اللي عندنا كلنا في البيت دي، بنبص فيها واحنا ماشيين رايحين أي مشوار، فدي بنسميها المراية المستوية. طيب المراية المستوية دي ليها خصائص كده، إن أنا عندي الجسم اللي هو أنا قدام المراية بيبقى ليا جوه في المراية صورة، يعني صورتي في المراية دي اسمها الصورة، الصورة المتكونة. فصورتي بتتكون ازاي اصلا؟ بشوف ازاي صورتي في المراية، عشان انا المراية دي عبارة عن سطح عاكس، سطح مصقول زي ما بنقول. والسطح العاكس ده بيعمل لي ايه؟ لما بينزل عليه الضوء بيرجعه تاني في نفس في اتجاه واحد، يعني انا عندي بينزل في اتجاه ويرجع في اتجاه واحد، والاتجاه الواحد ده هو اللي بيخليني اشوف صورتي. عشان كده ما بقدرش اشوف صورتي مثلا على حيطه او على ورقه، لان الورقه والحيطه دول مش سطح عاكس، مش سطح مصقول، سطح خشن. لما بيجي بينزل عليه الضوء بيعكسه برضه، بس بيعكسه في مواضع مختلفه كده، بيبقى في اماكن مختلفه في اتجاهات مختلفه، فساعتها ما بيكونش صوره. فيلا بينا نشوف خصائص الصوره المتكونه على المرآه المستويه. طبعا هو بيقول لك ثبت مرآة ونشوف الدنيا عاملة ازاي. المهم هنستنتج من كل الكلام ده ان الصورة بتاعتي المتكونة عن مرآة بتكون ليها 6 خصائص. اول خاصية بتكون معتدلة، واحنا باصين في المراية ما بنشوفش رجلنا فوق وراسنا تحت، اكيد بنشوف راسنا زي ما هي ورجلنا زي ما هي، فبنشوف الصورة معتدلة يعني زي ما احنا واقفين كده. طيب بس بشوفها، ركزوا معايا، مساوية للجسم في الحجم. يعني ايه؟ يعني انا بشوف بوقف قدام المراية ما بشوفش جسمي مكبر ولا مصغر، نفس جسمي هو هو، شايفاه في المراية هي هي. يبقى الصورة المتكونة من المرآة المستوية بشوفها برضو مساوية للجسم. طب ايه كمان؟ بشوفها كمان معكوسة. يعني ايه كلمة معكوسة؟ حاول كده تقف قدام المراية يا اسلام انت، وحطوا ايدكو اليمين كده عند المراية، هتشوفيها الناحية التانية شمال. يعني البت اهو شايفة ايدها دي، دي ايدها ايه؟ الشمال.
شايفاها في المراية ايدها اليمين. فاهميني يعني ايه معكوسة؟ يعني يميني شمالي وشمالي يمين. جربوها هتعرفوا، هتعرفوا ان جربوها كده هتعرفوا ان ايه. بقول فهمت. تمام. فلما تقف في المراية هتلاقوه ايدكو الشمال، لا مش ايدكو الشمال، لا ايدكو فمعكوسة، يعني شمالها يمينها ويمينها شمالها. تمام. طيب بشوفها تقديريا. كلمة تقديرية دي يا شباب يعني ان الصورة اللي جواها مش حقيقية. يعني تخيلي كده يا جنات، هخوفك شوية بقى. تخيلي يا جنات ان انتي واقفة في المراية كده وبتشوفي صورتك كده، وتلبسي كده هدومك ومش عارفة ايه، وبعدين مشيتي لقيتي صورتك زي ما هي في المراية، هتحسي بإيه؟ هتترعبي أكيد صح؟ لأن ده ما بيحصلش أصلا. إن صورتي أول ما بمشي بتمشي معايا، فعشان كده بقول عليها تقديرية. لو كانت بتثبت زي ما هي في المراية وبمشي بقول عليها حقيقية. يبقى أنا عندي بيقول لي تعريف الصورة التقديرية، هي صورة لا يمكن استقبالها على حائل. يعني إيه؟ مش زي صورة الموبايل كده. صورة الموبايل أنا بصورها وبتثبت في الموبايل ولا بتمشي؟ ها؟ بتثبت. أكيد. عشان كده بقدر أستقبلها على حائل، يعني بستقبلها كده وأحتفظ بيها وأخليها معايا. يبقى أنا عندي الصورة التقديرية، يعني صورة أنا مش بستقبلها على حائل، يعني بتبقى موجودة بس اللحظة، يعني لحظة ما أنا موجودة وبتمشي معايا. لكن الصورة الحقيقية هي اللي بتفضل موجودة ثابتة زي صورة الموبايل كده. يبقى أنا عندي رابع حاجة عندي في المرايا أو خواص الصورة المتكونة من المرآة المستوية، هي الصورة بتكون تقديرية. طيب كمان بعديها، بعد الجسم عن سطح المرآة يساوي بعد الصورة عن سطح المرآة. يعني إيه الكلام ده؟ كلنا بعد ما نخلص يعني الكلاس ده المسافة اللي أنا واقفاها بين المراية، المسافة اللي بيني وبين المراية برضو تبقى معكوسة في المراية، صح؟ ايوه، كلنا بعد ما نخلص الدرس ده هنقف في المرايه لازم، ونراجع كل اللي احنا قلناه. نقف قدام المرايه كده، ونقف مثلا على مسافه بيني وبين المرايه. لو بصيت جوه المرايه نفسها، جوه المرايه نفسها هلاقي صورتي. يعني انا دلوقتي اهو دي المرايه بتاعتي، وانا واقفه قدام المرايه اهو. طبعا عشان من انا الواقفه يبقى عندي شعر اهو، ماشي. فالمسافه اللي ما بيني وما بين المرايه لو مثلا كانت 5 سنتي، هتلاقي صورتي اللي متكونة جوه، واقفالي جوه نفس صورتي اهي، هتلاقيها بينها وبين المراية برضو 5 سنتي. هنبص في صورتنا جوه هنلاقيها بتبعد كده عن المراية، يعني مش لازقة على المراية، سطح المراية بالظبط. هتلاقي اكنك كده بينك وبين الصورة اللي جوه المتكونة بينها وبين سطح المراية في حتة كده، هنلاحظ لما نقف قدام المراية. نجرب كل الكلام ده بعد الحصة وتقولوا لي ايه اللي حصل. طيب يبقى أنا عندي البعد بتاع الجسم عن سطح المرآة بيساوي نفس البعد اللي ما بين الصورة وسطح المرآة برضه. طيب رقم 6 بيقول لي المستقيم الواصل بين الصورة والجسم بيكون عمودي على سطح المرآة. يعني إيه؟ يعني مش أنا قلت لكم دي صورتي، دي أنا أهو، ده الجسم ودي الصورة. فلو انا جبت طب نطلع معلش من اللينك وندخل تاني علشان نقدر ندخل على نفس اللينك. تمام.